معايا ايضا دكتور امجد الحداد استشاري امراض الحساسيه والمناعه. دكتور، يعني ما بين موافقه ساينوفارم وانتاج ساينوفاك، اولا هل في فرق؟ دول شركتين في الصين، هل هناك فارق في الفعاليه بين ساينوفارم وساينوفاك؟ اولا انا بعديك استاذه لميس، صحيح بوضح للناس ان الشركتين ونفس التقنيه اللي هي تقنيه اللقاح المعطل ونفس الفعاليه ونفس المامونيه، والشركتين دول تم تجربتهم في المراحل الثانيه في مصر واثبتوا فعاليه، بيشتغلوا بنفس الطريقه ونفس التقنيه، وبالتالي ذو مامونيه عاليه جدا وذو كفاءه وفعاليه تصل الى 100% من الوفيات وليس الاصابات. فاللقاحات لا تزال هي الاهم في هذه المرحله للقضاء على الاوبئه، واختيار مصر للقاحات حتى الان اختارت معظم اللقاحات التي ثبتت مأمونيتها بالتجارب وثبتت فاعليتها اصلا بالتجارب السريه التي تم اجراءها في مصر وخارج مصر. بالارقام اللي احنا ماشيين فيها كده يا دكتور، يعني اللي كان بيقوله دكتور حسام حسني ان هناك دول وصلت لوفاه واحده في اليوم، بريطانيا حصل لها ده من عده ايام، كان عندها وفاه واحده، يمكن دلوقتي في 20 اول امبارح، لكن احنا بنتكلم في انخفاض حاد في الوفيات، لكن بالرقم بالارقام اللي احنا ماشيين بيها دي احنا مش هنطعم ال 60 70 مليون الا سنه معرفش كام، يعني قدامنا مدة طويلة جدا، فكيف يمكن الإسراع؟ محتاجين نعمل إيه علشان نسرع في معدلات التطعيم؟ هوجه رسائل من منبر حضرتك دلوقتي للناس اللي بتشكك في التطعيم، أحب أقول لهم حاجة، مفيش حاجة اسمها بيجربوا فينا التطعيم، الدول الأوروبية قربت تخلص اللي هو مناعة القطيع، إنها تطعم 60 70% من مستهدفها، ونسب الوفيات زي ما حضرتك قلتي قربت نوصل 1 أو 2 وفاة يوميًا. مش بقول ان يهمنا الاصابه، احنا يهمنا نسب دخول المستشفيات، نسب الحالات الخطيره، ده مهم، نسب الوفيات، ده مهم. مش بتمنع الاصابه، الفاكسينات لا تمنع الاصابه ولكن تمنع التدهور السريع، تمنع الوفيات بنسبه 100% وتمنع الحالات الحرجه بنسبه عاليه جدا، ولكن الاصابات لا تعدو دور برد. معظم الحالات اللي خدت التطعيم وحصل لها اصابه بتعدي بسلام جدا، دور برد بسيط جدا بل اقل واقل من دور برد. اللقاحات مأمونيتها عاليه جدا، عشان كده بقول للناس بلاش تشكيك في اللقاحات، مفيش حاجه اسمها بيجربوا فيك، بل بالعكس ده هم قربوا يخلصوا، احنا بنجيب اللقاحات بالعافيه وبنجيب الدفعات دي بالعافيه، والدوله بتوفرها لك اللي انت مش عايز تاخدها وخايف منها دي، دول اوروبا خلاص قربت تخلص. انظر حولك النموذج الهندي في تدهور اقتصادي، زياده في الوفيات لان هم ما بداوش يطعموا جزء كبير من الشعب، النموذج البريطاني قرب يفتح الشعب خلاص، هيحصل فتح قريب، هيحصل فكره الاغلاق وفكره الكيماءات، خلاص النموذج البريطاني يتجه الى الفتح، النموذج الهندي اللي هو ما طعمش بيتجه للاغلاق، بيتجه الى الاقتصاد بتاعه يتدمر صحيا، في كارثه في الهند، مش عايزين نحذو النموذج الهندي، لا يا جماعه لازم نقبل على التطعيم، مفيش حاجه اسمها بيجربوا فينا. تاني حاجة هما بيتكلموا عن آثار جانبية، أنا عايز أقول لهم إن الشركات اللي بتصنع التطعيمات دي هي الشركات اللي بتصنع تطعيم السنة ونص للطفلة اللي هو ممكن يسخن يوم أو يومين، وممكن تلاقي تتصل بالدكتور يا دكتور الحق ابني سخن بعد التطعيم اللي خده في رجليه عمر سنة ونص، كل هذه الآثار الجانبية إحنا عهدناها للتطعيمات، إيه المشكلة إن أنا يحصل لي ارتفاع حرارة تكسير في العظم يوم أو اتنين من اللقاح؟ ما هي دي أشياء معهودة لكل اللقاحات كنا بنشوفها لأولادنا وكنا بنديهم اللقاحات. اللقاحات ليست لها اثار جانبيه الا الاثار الجانبيه المعتاده اللي احنا بنشوفها في اطفالنا اثناء تلقيهم اللقاحات، مفيش داعي للفوبيا وتخويف الناس، لا يا جماعه اللقاحات لانه آمنة. ابتدينا نسمع بقى اللي ده فلان اخذ الفاكسين جرعتين ومات، دي ابتدينا نسمعها كتير ده. على السوشيال ميديا يا جماعه، درجه ان في سؤال كده في حد كتب على السوشيال ميديا وصحيح اللقاحات بتموت، يعني ابتدينا نوصل لمرحله من الشائعات غير طبيعيه. امال بندي اللقاحات لاطفالنا ليه؟ ما نفس الشركات اللي بتورط اللي بتصنع نفس اللقاحات بنديها لاطفالنا، وعارفين كلنا اثارها الجانبيه، هل منظومه اللقاحات وقفت في العالم بسبب اثار جانبيه للقاح ان ورم دراعه او سخن يوم او الاثنين؟ طيب. اللقاحات مهمه جدا جدا للقضاء على اي وباء، حتى الان لم ينتهي على العالم الا بعد منظومه اللقاحات. طب دكتور، هل يعني مع التحورات بالذات المتحور الهندي، احنا عندنا المتحور الهندي، متحور البرازيلي، متحور جنوب افريقي، واللي كان في انجلترا، مجموعه من النسخ، هل هذه اللقاحات اللي صنعت ويعني طورت قبل هذه التحورات قادره على مواجهه هذه التحورات؟ لان المتحورين متحورات دول جايين لو والله لو قفلنا مصر بالضبه والمفتاح. طب ما هو عشان كده عايزين نسرع من وتيره اللقاح، ما هو الشعب اللي ما بقاش عنده لقاح بيحصل انتشار سريع للفيروس وتحوره، لو التحور ده اثر على الشوكه البروتينيه بمعنى انتقال الفيروس من شخص لاخر هيفقدوا جزء من المحتوى الجيني بتاعه،
وبالتالي يحدث تحول للفيروس يكون اكثر انتشارا اكثر سرعه. لو اثر على ما يسمى الشوكه البروتينيه هتقل كفاءه اللقاحات، عشان كده بنقول ايه؟ الاسراع في اللقاحات هو الحل الوحيد لمنع تحور الفيروس في الدول التي لا يتم فيها اللقاحات. عداله التوزيع في دول العالم يضمن عدم تحور الفيروس، عشان كده بنقول للناس يا جماعه يجب ان المنظومه دي تتم بوتيره اسرع، الناس يجب تسجل، لازم تسجل لاهالينا كبار السن، ما نستجيبش الاشاعات، اكبر مسؤول في الدوله هو رئيس الجمهوريه اخذ اللقاح، طيب. رئيس الوزراء اخذ اللقاحات، الدوله بتوفر لك اللقاح بالمجان، ليه نستسلم طيب. للاشاعات ونشوف لمروج الاشاعات؟ دلوقتي في ناس كتيره تروح في مركز التلقيح، لو جالها استرازينيكا يقول لك لا يا عم مش واخد، انا عندي امراض، انا مش، انا خايف، انا عايز سينوفارم لانه يعني ما عندوش اي سايد افكتس وامن اكتر، اضعف بس امن. الكلام ده مدى دقته قد ايه؟ اللقاحين ذو مأمونيه عاليه، لقاح سينوفارم لقاح معطل، لقاح استرازينكا هو لقاح ناقل فيروسي محمل على فيروس غدي للبرد، قد يحدث من استرازينكا تفاعل، هذا التفاعل اسمه تفاعل مناعي، يحدث مع معظم اللقاحات المحمله على فيروس حي. آمنة جدا، ليست لها آثار جانبية، المحدودة اللي قلنا عليها هيجي لك حرارة وكده، حرارة طيب. يوم أو اتنين هناخد أعراض خفض الحرارة. ابنك نفسه لما بياخد النوعية دي من اللقاحات عند سنة ونص بيسخن، دراعه بيورم، رجليه بتورم لما بياخد، ده شيء طبيعي، اللقاحات ذات مأمونية عالية، مش هنبص هاخد، خد المتاح طيب. استعجل خد لقاحك، خد المتاح، تأخيرك هيعرضك ويعرض الآخرين للإصابة وخطر الوفاة.